السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الناس اللي يقول لك باللي شاهدنا حتى وين الجيرارد اللي تدخل روحه وقال له نطلب من بالماضي حذاري من الانتحار، ما تغيرش على بالنا تغيرات ما تغيرات، بصح كاين الامثله بزاف تاع تغييرات، كاين الامثله بزاف عندما يجري تغييرات جذريه ليس انتحار، بالعكس يعطي دفعه قويه للمنتخب، والامثله كثيره. نجيبوا حاجه صارت في 94، سقوط طائره المنتخب زومبيا قبل بدايه كاس امم افريقيا، وين توفي كل لاعبين والمدرب وكل مسيرين في آخر لحظة، ذهبوا بفريق آخر ومدرب آخر ووصلوا للنهائي ضد نيجيريا، هذه في تونس 94 من نظمتها تونس. إذ أراد وزير السعادة تاعكم، احنا نعتبره مدرب وفقط، مدرب فريق وطني جزائري هذا مكان، إذ أراد الفوز على الكاميرون ذهاب وإياب يجب عليه إحداث تغييرات في التشكيلة في الخطوط الثلاثة، يعني يكون مبولحي، زفان، غلام طوبة، ماندي أو بن سبعيني في اللعكسة، يا بن سبعيني يا طوبة، بن ناصر، بن طالب، محرز، بن فوضيل، بالرحمة، بودبوس، هذو اللي لازم يكونوا. ما تقولي لا منا لا مليها ولا بغاين على الشيطان ويشوف للجزائر ويقلع ذيك الغنانة تاع هذيك ديلور، ديلور لا بغا يقلع ذيك الغنانة تاع هذيك ديلور، خاطش على بالنا احنا ديلور داروا له 6 في 7. ديلور كي تكلم تكلم مع المدرب ما تكلمش مع الصحافة، كان قادر يسكت بصح هو جات على قلبه، بالماضي جات على قلبه، خرج سر بينه وبين بين اللعاب، هذا ما كان. دروك شاف روحو ما يلعبش، شاف روحو ما يلعبش، تروازيام دايرينو تروازيام شوا، هو يمركي ويطير والناس تمركي الابو تش، والناس في فرنسا يمركو في الكوب دو كوب دو فرنس، ماشي الشامبيون كوب دو فرنس، يلعبو تيتيلر هو مكاشي، هو يناقر في نيمار ويناقر يلعبو تيتيلر هو مكاشي. وانا نعرفو، انا هدرتها في وقتها تاع نهار لي مركل كي يسموه مركل زيمبابوي براسه، ثم علاه كاع الناس راحت للبنت تاع محرز باش يغطوا على 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 ديلور، ما شفتوش ما جبدوش كاع البنت تاع محرز تاع ديلور، جبدوا على التمريره المليمتريه تاع حليميه ما جبدوش عليها، بالرحمه ما جبدوش عليه، جبدوا على البنت تاع محرز برك، التمريره تاع 60 متر من بالرحمه المحرز ما جبدوش عليها، وانا هدرت عليها بالوقت هذاك قلت لكم شوف الناس كيفاش راهم غير محرز وديلور باغيين يحبسوه. على ذيك اليوم نقولوا بلي يا ودي واش صغال ديلور، خاطش الدعوه على باقي ما تكون كافر، دعوه المظلوم خاطش ربي حرم الظلم على روحه، هذه هي. على ذيك نقول لك سي جمال بالماضي، ما تسمعش للناس اللي يقول لك التغييرات مش مليحه في الوقت، لا مليحه التغييرات، تجيب زفان تجيب غلام، لازم عندك يكون دفاع مركز مليح، دفاع يكون قوي، هذه انت خايف بها في راسك. انا ما يهفونيش الناس لما يهضروا يقول لك مصر إليمينات اخرى، كاميرون حنايا حنا مازلتو تقولوا، انا شفت واحد قال لهم حنا خير من مصر ومصر فينا،
مازلتو تقولوا احنا خير من مصر. مصر تلقاك تربحك مالك على احد راخر ذاك كيسمو ذاك المحلل المصري النهار اللي لعبنا كونت بوركينا فاسو الغدوه ان شاء الله خرج الحارس المصري احمد شوبير النهار اللي قال لهم ماذا بيا كون نلقى مصر كون نلقى الجزائر علاه كذب؟ عرف المستوى بلي مهود ما كذبش علاه كذب؟ الناس تعاير فيهم ان لا هدر الصح قال لهم ماذا بينا كون نلقاو الجزائر خاطش شاف المستوى تاعهم ولا يطلع وحنا المستوى تاعنا مولي وبان في كاس افريقيا كشفت انكشفت ما كان والو نكذبوا على روحنا نكذبوا على روحنا علاه ما يزيدون يعيشوا في احلام هاو نهدر من ظروك نهدر من ظروك نهدر من ظروك لازم يكون عندك بولحي لازم يكون عندك ماندي الله يجعله يلعب خاطر ميم ماندي لو كان جاما بالماضي خدم وجاب لعابه وكريا دي بوست كريا بوست للفارس كريا بوست بالسبعيني في اللاكس هو ما كرياش لي بوست بالماضي ما خدمش ما كرياش كيما نقولوا حنايا لونترينير تاع نيس ولا داير اخر يلعب على 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 لا دروات داير ديلور كيسموه بوداوي يلعب على لا دروات صح كي تكون البولا عند لادفيرسير بوداوي وين يكون وين يكون بوداوي وين يكون خو لازم تخمم لازم تشوف حنا ساتي قعد سات ويتي قعد ويت عقلية لعب كلاسيكي تاع بكري لعب كلاسيكي تاع بكري مكاش لعب تاع بكري أكل عليه الدهر وجاما بالماضي ولا يلعب خطة أكل عليها الدهر كاع الناس فاقد بينا كاع فاقوا بينا كاع فاقوا انا كي قلت لك فاقونك انا كي قلت لك نهار زيمبابوي دوزيام ميتون شهدنا تراجع في المستوى تاعنا ولينا نتراجعوا في الشوط الثاني حذرت من هذيك وحذرت من لاكس نهار المكسيك من لاكس حذرت من لاكس من نهار المكسيك بصح شتيلا ولات الربحة هي اللي ولات دايرة الديكتاتورية مي تهدر يقول لك روح انت في بلاصتو انت تريني في بلاصتو يا ودي ما ترينيش في بلاصتو اي تريني في بلاصتو انايا انا مو ناصر منتخب وطني نهدر انايا انا غادي ان شاء الله يربحو نصفق عليه فرحة لبلادية نصفق ونفرح لبلادية هو راه خدام يدي 6 ملاير ولا ماش على يدي جوارا يدو لي بريم تاوعهم ما راهمش يصدقوا علينا ما راهمش يصدقوا علينا رانا نخلصوا راك تجري باش تجيب الزيت تجري باش تجيب الاخر راهم يدوا الدراهم هما رانا نخلصوهم باش نتفرجوا فيهم رانا تنخلصوهم باش نتفرجوا فيهم هذه هي انا نفرح للمنتخب الوطني جد لبلادي انا من ناصر لازم تتعلموا حاجه ما تكونوش عشاق الاشخاص لازم توما الشعب خلينا من دوك اللي غسلوا الكلاب وهذوك من لا خلينا ماشي هذوك ماشي هذوك اللي يخدموا باسماوات هذوك اللي يخدموا هذوك اللي يذبحوا باش يخدموا باسماوات بصح انا لا نهضر على منتخب تاع بلادي خاطر واش كنا نقولوا وصلناه كنا قادرين ما نهضروش ونمشوا مع الموجه ونعايروا الغاشي ونقولوا نتوما اعداء النجاح وبونجاح وبالماضي ومنا وخلوا بونجاح وغادي يماركي وبونجاح يعيي لا ديفونس يعيي لا ديفونس انا وليت نضحك نهار اللي الناس ولا يقول لك بونجاح يلعب دور كبير شتا يدير بونجاح دور كبير يعيي لا ديفونس انا فماك عارف باللي الناس والناس يبارطاجو كاين اللي ولا يكتبها لي في لي كومونتير يقول لي انت بونجاح يعيي لا ديفونس فماك عارف باللي يا ودي كاين جماعه اللي تعرف بولا وكاين جماعه تاع يتبعوا الربحة هذا مكان تاع الرابحة راهي راكم الرابحة راهي تمشي مع الرابحة بصح ما تمشيش بصح الربحة ما غاديش تمشي لك خاطر غادي تلاقى بأونترينير ولا تلاقى مدرب يعني تلاقى منتخب يكون فايتك شوية فوق المتوسط حنا الكوت ديفوار ربحتنا ما كانش فريق قوي كان حنايا كنا تحت المتوسط وما كانوا متوسط غينيا استوائية حنا كنا تحت المتوسط هما كانوا تحت المتوسط حنا كنا في المتوسط هما كانوا تحت المتوسط وربحونا بالتركيز والذكاء اللاعبين تاعهم وكلشي ها
هذا مكان راكم قاعد عندكم. هذه هي الرسالة تاعنا.